عزيزتي المرأة أختي الفاضلة، اليوم رح نتعرف على أهمية الرياضة في حياتك العامة والخاصة. طبعاً بانشغالك اليومي في مسائلك الخاصة العائلية المهنية تخليك بعيدة كل البعد على اهتمامك بالجسم. الجسم هو مهم جداً لأنه هو جزء من شخصيتك. طبعاً من النواحي الجانبية، عدم الاهتمام بالجسم وإهماله يسبب في عديد من المخاطر الصحية، كمان يخليك تفقدي رشاقتك مما يساهم في التوتر النفسي وما يؤدي إلى طبعاً ردود فعل في حياتك العامة والخاصة. طبعاً اليوم بنادي فلاكس رح نحاول نقدم لك بسطة عامة حول الرياضة، شو التمارين المناسبة اللي يمكن تمارسيها إن كنت داخل البيت أو في المكتب، ما عندكش وقت عشان تروحي مثلاً من الصبح لليل تشتغلي، ما عندكش وقت تروحي تمارسي الرياضة. في نفس الوقت ممكن يعني تزورينا بنادي فلاكس، نوفر لك كثير من البرامج العامة التي تساهم في تحسين مستوى الرشاقة، حالتك الصحية طبعاً حسب أهدافك العامة والخاصة للجسم.